الرحمن الرحيم. الحمد لله. لحظة شوي، لحظة بس يتفعل لأنه بعده مش كاتب إنه بدأ. الآن تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جليل النعم باعث الهمم بالجود والكرم. الحمد لله ما اهتدى قلب وانشرح وما عمى فينا سرور وفرح، وصلاة على سيد المبعوثين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي الكرام، بالعلم سادت الناس في عصرهم واخترقوا السبع الشدادة. أيطلب المجد ويبغي العلا قوم لسوق العلم فيهم كسادة؟ فعل لمن رام وأسهل القول لمن أراد. الواقع المعزز والافتراضي ماهيته وأهميته في تعزيز مهارة الفهم، هذا هو عنوان لقاؤنا اليوم من خلال الفريق المتميز المبدع. نحن المبادرون نحو القمة برعاية جمعية التوأمة التربوية العربية وبقيادة المدربة الدولية وخبيرة مايكروسوفت العالمية الأستاذة شوقية حواورة. التعريفية عن الأستاذة الفاضلة، بعض من ألقابها على سبيل المثال وليس الحق: الحصول على شهادة تيمز أكاديمي من جمعية المترجمين العرب، مؤسس فريق نحن المبادرون نحو القمة، رئيسة جمعية معلمي اللغة الإنجليزية العرب، توأمة مع عدة فرق عربية وأهمها التوأمة التربوية العربية التطوعية مع 25 مبادرة من 11 دولة عربية، الترشح لجائزة المرأة العالمية المبدعة إن شاء الله تبارك الله أستاذة شوقية، قاضية لتحكيم جائزة المرأة العالمية المبدعة لسنة 2021، مدرب تي او تي من أكاديمية إرادة الدولية، إرادة الدولية، مدرب رقمي من سفراء للتدريب المهني، سفيرة وممثلة ممثلة فلسطين في المشروع الأخضر العالمي للمحافظة على البيئة مع أكثر من 30 دولة، سفيرة المبادرة العالمية جواز سفر ثقافي عالمي كممثلة لفلسطين، الحصول على وسام المعلم المبدع من مصر في أكاديمية التدريب العالمي، منسقة في أكاديمية برايم مصر، عضو في مجلة قها العلمية الأسبوعية، اللجنة في مجلة أرضا، سفير فلسطين لمبادرة العقول المفكرة، متحدثة رسمية في مؤتمرات محلية وعالمية. زادك الله من فضله ومن علمه أستاذة شوقية وبارك الله فيك. وطبعا أستاذة شوقية ماجستير أساليب تدريس لغة إنجليزية، حفظك الرحمن أستاذة. أما عن المحاضر الكريم فهو الأستاذ حسن الفراش من دولة المغرب الشقيقة، أستاذ الرياضيات الثانوي التأهيلي، حاصل على لقب مايكروسوفت كبير لعام 2000 المفروض 20 و2021، مدرب خبير مايكروسوفت، حاصل على شهادات ألمس وورد وإكسل. بكل التوفيق والسداد أستاذ حسن، بارك الله فيك. فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام والمكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وطبعا مجلس العلم كله ثواب وحسنات، فليتفضل أستاذ حسن مشكور، ونستمع للمحاضرة الكريمة. تفضل أستاذ حسن. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في البداية أود التوجه بالشكر للأستاذة المقتدرة والمدربة العالمية أستاذة شوقية حوورة ومنسقة فريق نحن المبادرون نحو القمة، الذي أتشرف بأن أكون سفيرا له وقد أخذت هذا اللقب بدايته. كذلك شرف لي أن أكون ضيفا على فلسطين وعلى إخواننا في فلسطين، وشرف لي أن أتحدث بين زمرة من خيرتي أو من خيرتي أساتذة ومعلمين الوطن العربي الموصومون بصفة التجديد والإبداع، ولهذا نلتقي نسأل الله تعالى أن ينفع بنا. ثم يعني أودي الشكر إلى الأخت صفي ناز الذي أو التي كان الشرف لي أن أتعرف عليها فقط خلال هذا الأسبوع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهي الآن الحمد لله نجلس جميعا أمامكم على منصة هذا التدريب. إذن سأتقاسم معكم الشاشة إن شاء الله. راح يا أستاذ أكتم الصوت على الكل وافتح لأنه في ناس مشغلين إشي. أستاذ حسن افتح المايك. أهلا وسهلا فيك، شكرا أستاذة صفي ناز على التقديم الرائع مثلك، الله عنك. أشكرك على أنك تكوني مسيرة هذا اللقاء. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بداية أشكر الأستاذ الرائع والمتألق المدرب العالمي الأستاذ حسن الفراش من المغرب الشقيق، وأشكره جزيل الشكر على تقبل وقبول دعوتي لأن يكون مدرباً لي بصفته سفيراً لفريقي نحن المبادرون نحو القمة. بارك الله بك، أشكرك على هذه الورشة مقدماً، وهذه الورشة طبعاً برعاية التوأمة التربوية العربية التطوعية كما قدمت الأستاذة صفي ناز، وهي بمشاركة حوالي 26 مبادرة من داخل الوطن العربي من حوالي 11 دولة عربية. إن شاء الله الأستاذ حسن الفراش سوف يقدم لنا هذه الورشة والتي هي بعنوان الواقع المعزز والافتراضي بإذن الله. كما أيضا أرحب، صوتي طالع؟ نعم أسمعك أستاذ. نسمعك أستاذ. الصوت واضح أستاذ شوقي. لا بس الآن راح الصوت. أستاذ شوقي افتح المايك من عندك. أحيانا يغلق يعني بمفرده المايك. نعم. اللهم اكفنا شر المغرضين مع ساعة الأذان. آمين 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 يا أستاذة حنين، حياك الله. الصوت واضح أستاذة شوقيين. أيوة الحمد لله، أهلا وسهلا فيكم جميعا. الآن الأستاذ حسن سوف يبدأ الورشة، تفضل أستاذ حسن افتح المايك. يبدو أنه ما في عندك صوت. أهلاً وسهلاً، هل تسمعونني؟ نعم نعم الآن نسمعك، تفضل على بركة الله. نعم، إذن كما لاحظتم هذه الدعوة الكريمة
فقط سألقي عليكم بعجالة هذه المعلومات. إذن ما تفضلت به الأستاذة وما ترونه أمامكم فقط أضفت الحمد لله خلالها 6 أشهر ومفاجأة 6 أشهر يعني متوافقة مع الترتيب الرقم الترتيبي 6. هذه 6 أشهر قضيتها في تكوين يعني تنظمه وزارة التربية الوطنية عندنا في المغرب أو الأكاديمية الجهوية، وهي واحد المركز اللي هو كيتسمى المركز الكوري المغربي لإدماج تقنيات التواصل في التعليم. الحمد لله تكللت التجربة والتكوين بالتوفيق ولله الحمد. ثم الحمد لله حصلت على يعني بادج أو شهادة تدريب مدرب محترف من قبل مايكروسوفت. والصفة الأخيرة التي يجب أن نتحلى بها جميعا وهي أننا طلبة علم، وعلينا أن ندعو دائما ربنا سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما. وهناك كلمة كلما تقدمت لتدريب أقولها، وهي أنني لست بأحسن منكم ولا بمدرب لكم، وإنما أنا مثلكم فقط سأتقاسم معكم بعض المعلومات التي الحمد لله حصلت عليها بقليل من البحث وبتوفيق من الله قبل ذلك. هذه القولة وهي أنه يقول صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. قلتها مرارا وهذه القولة صحيحة، لأنه يوجد من الحضور الكريم من يلتقط الكلمة ويطورها ويفقهها أحسن مني أنا الذي قلتها، وكذلك أنا مقارنة مع آخرين. ولهذا العلم يجب أن ينشر ولا أن يسكت عنه، لأنه يزكو بالإنفاق. ثم هناك عقول، نحن نتفاوت في العلم ونتفاوت في الفهم ونتفاوت في مجموعة من الأمور، لذلك إن يعني تقاسمنا العلم فالكل إن شاء الله سيدلي بدلوه والفائدة ستعم الجميع. وكذلك هناك حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أو عام سامع، يعني معنى ما قلته سابقا. وننتقل إلى صميم الموضوع. إذن بعد هذه فقط لقطات استسمح لأنه كانت في العرض. إذن هناك بعض التطبيقات. إذن العرض إن شاء الله سيتضمن شقين. الشق الأول هو حول معنى الواقع الافتراضي والواقع المعزز والواقع المختلط، والشق الثاني سيكون حول الصور البانورامية بدرجة 600 أو لا بزاوية 360 درجة. هذا هو الجديد في هذا التدريب، لأن هذا التدريب سبق لي أن قدمته مع فريق نحن المبادرون نحو القمة في حلقتين أو في حصتين، الفرق بينهما كان أسبوع. خصصنا يعني حصة للمجال النظري وحصة أخرى للشق التطبيقي، ورغم أننا قسمنا اللقاء إلى حصتين، رغم ذلك لم نحط بالموضوع بكل جوانبه وبتفاصيله، وإنما الغرض من هذا التدريب هو تحفيز المعلومات عندكم، ويعني تحفيز روح البحث، ويعني أن نبحث وأن نطور ما سنسمعه إن شاء الله. بالنسبة للشق الثاني إن شاء الله سيكون حول كما قلت الصور البانوغرافية أو البانورامية بانورامية بدرجة أو بزاوية 360 درجة.
إذن بالنسبة لهذا الشق سوف لن أطيل فيه كثيرا، لأنه كما قلت قد قلنا فيما قلنا في حصص سابقة، ولمن أراد أن يرى بعض التفاصيل ما عليه إلا أن يرجع إلى التسجيلات على قناة اليوتيوب لفريق نحن المبادرون نحو القمة مثلا، وهناك قدمته في العديد من الدول العربية والحمد لله. إذن هذه كانت الانطلاقة من كان اللقاء حضوريا مع مجموعة من الأساتذة من مدينة مكناس بالمغرب، ويمكنكم يعني التقاط صورة لهذا الكيور كود ورؤية هذا الفيديو مباشرة على هواتفكم. إذن هذه يعني الصفائح التكتونية يراها التلميذ بعينيه كأنها حقيقة، وهو في الحقيقة ما هي إلا تطبيق. أين التصفيق؟ أين التصفيق؟ نريد تصفيقا لهذه التطبيقات. بنتي معدية اتبهرت. والله هذا بيجذب، يعني إذا إحنا كبار وانجذبنا من البداية يا أستاذة، كان موفق في البداية الأستاذ حسن ما شاء الله. بتقول لي تعلمي يا ماما من الأستاذ حسن. الحمد لله. الله تعالى حامل الخير. الله تعالى أنكم حاملي الخير للغير. الحمد لله إن شاء الله، بارك الله فيك، تفضل. آسف يعني بس اندمجت كثير يعني في الموضوع. شرف لي أستاذة، شرف لي أن تشاركيني، شرف لي. هذه أستاذة كانت متواجدة وراقها الموضوع، هي أستاذة لعلوم الحياة والأرض. يعني التقطت لها صورة عوض ما أن أطبق أنا، طبقت هي ومجموعة من الأساتذة كما رأيتم سابقا. هذه الآن تجربة انتقلت إلى الأقسام في المغرب، والحمد لله كذلك خارج المغرب وخصوصا في فلسطين والأردن. يعني هؤلاء أتحفون بنتائج جد مرضية لما تعلموه من نتائج الورشات، نقول خصوصا الأردن وفلسطين، يعني ما شاء الله عليهم. ولعل الحضور من بين الحضور الكريم يتواجدون أخواتنا وأخواتنا، ومرحبا بكل إخواننا في جل وكل الدول العربية. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. كذلك أنا أستاذ حسن، كنت قد أخذت معك هذه الدورة والحمد لله طبقتها وتمام التمام، حتى أولادي يعني جد انجذبوا وصاروا يحبوا يتفرجوا ويتعمقوا بالموضوع اللي كنت أشرح لهم عنه. شكرا دائما، الحمد لله. هذه هي الفرحة وهذه هي الجائزة في الحقيقة، هذا هو المطلوب وهذا هو المبتغى. إذن نمر إلى هذه، كذلك التقطت يعني أحد الأساتذة والأستاذة الذين كانوا حاضرين معي التقطوا لي هذه الصورة. فقط أعتذر. كما تلاحظون هي صورة متحركة، تصوروا معي يعني شعور الطفل
التلميذ وهو يرى بأم عينيه هذا الوحش الكاسر وهو بين يديه وحش تحت الماء. على كل نمر إلى شيء آخر. هذه يعني رأيتمها للأستاذة عند الأستاذة المجموعة الشمسية. ثم هذه بنت حفظها الله حتى هي التقطت لها صورة. إذن هذا الذي رأيتم هو في الحقيقة كان قديم منذ 2015، يعني منذ 7 سنوات كانت هذه التقنية يعني معروفة، ولكن عند بعض الشركات فقط. وكما تلاحظون أن هنا في أحد المتاجر قدموا مثل ما رأيتم. فقط هنا لكي نشرح بعض الأمور، وهي أن هذه اللقطات كما رأيتم سابقا مع الأساتذة هي الآن في سوق أعتذر، البطارية كادت أن تنفد. قلت بالنسبة لهذه الصور كيف نلتقطها؟ في الحقيقة لا يراها الجميع، وإنما يراها من يحمل الهاتف ويسلط هذا الهاتف على إحدى البطائق التي إن شاء الله نتقاسمها. ولولا تلك الشاشة، يعني أولاً خص يكون عندنا واحد الهاتف وبطاقة، ونسلط على تلك البطاقة كاميرا الهاتف من خلال تطبيق نرى ما ترون، ولكن لا يراه الجميع، فقط يراه من يحمل هذا الهاتف. لذلك هم جعلوا شاشة كبيرة كما ترون أمامكم لكي يقوم المتبضعون برؤية هذه الحيوانات، لكن عليهم أن يقفوا أين تقف البنت الصغيرة أمام النمر. إن لم تقف هناك فلن تستطيع أن تقترب من هذا النمر، وكذلك الحيوانات التي رأيتم سابقا. إذن أترككم مع هذا. إذن وهكذا، يعني لا داعي للإطالة، فقط لمن أراد أن ينظر إلى هذه الفيديوهات ما عليه إلا أن يلتقط الصورة للكيور كود وينظر يعني بمفرده وعلى راحته، فقط يسجل الفيديو على اليوتيوب وينظر إليه من بعد. هذه كذلك بطاقة، عندما نسلط عليها كاميرا الهاتف نرى الأحشاء الداخلية للإنسان، وهنا هذه اليد هي اليد للطبيب يشرح الأجهزة ويعني كيف تعمل والخصائص وهكذا.
كنا قد طبقنا هذا عملياً كما قلت في الدورات السابقة، ولكن الوقت الآن لا يسعف، لذلك سنقتصر على هذه الفيديوهات. ولمن أراد أن يطبق، ما عليه إلا أن ينظر ويرجع إلى الفيديوهات السابقة على اليوتيوب. إذا السؤال المطروح الآن وهو: ما هو الواقع المعزز، وما هو الواقع الافتراضي، وما هو الواقع المختلط؟ رأينا بعض الفيديوهات، إذا هذا قد مر، رأينا بعض الفيديوهات، أو لا سنرى عفوا، سنرى فيديوهات حول الواقع المعزز والواقع الافتراضي والواقع المختلط. إذا بعد أن نرى هذه الفيديوهات سوف نقوم بتعريف للواقع المعزز، يعني augmented reality، نختصرها في كلمة AR بالفرنسي أو AR بالإنجليزي، الواقع الافتراضي virtual reality كذلك بالفرنسية نفس الشيء، فقط النطق يختلف وبعد ثم الواقع المختلط mixed reality. وهنا نرى بعد الأدوات التي بها يعني نستطيع أن نتعامل مع هذه الوقائع، الواقع الافتراضي، الواقع المعزز اللي هو الهاتف أو الطابلت، والواقع المختلط هي هذه النظارة الصغيرة التي ترون أسفل الشاشة. إذا الواقع المعزز، هذا الفيديو لو سمحتم تقطوا له صورة لكي تروه من بعد، لأنه ليس لنا الوقت الكثير لكي نرى كل شيء، ولكن سأطلعكم على بعض الفقرات منه. تخيل ماشي في بيتك وشايف كل الدنيا حواليك ذهب أو كل المكان نظيف، ومجرد ما تخلع النظارة ترجع للعالم الواقعي. إذن صوت لكم فقط على بعض اللقطات. إذا لاحظوا هذه الصورة كانت القاعة خاوية، ولكن بفضل هذا الواقع المعزز نستطيع أن نضفي على المكان يعني أشياء جديدة، ولكن هي افتراضية وليست حقيقة. عندما يعجبنا الوضع يمكننا أن نشتري هذا الذي نراه أمامنا. إذن واختلاف الألوان كما تلاحظ هنا، كما تلاحظون من تقنية الواقع المعزز لسه في بدايتها. التطبيق اللي بعد كده تطبيق بيتيح ليك انك تتفرج على المنيو بتاع المطعم عن الأكل بشكل عام قبل ما تاكله أساسا. وكمان تخيل تقدر تلعب. إذا لاحظوا نهيئ الأكل قبل أن ننجزه حقيقة حتى نرى شكله، لكن المذاق لا أعتقد أننا نستطيع أن نتذوقه، ولكن مستقبلا مع يعني الـ يعني هذا يعني التطورات الجديدة، خصوصا مع ميتافيرس يعني يمكن أن نتذوق وأن نشم العطور إلى غير ذلك. إذا هذه متجر يمكن أن نرى الأشياء افتراضيا وهي في المكان الحقيقي، ثم بعد ذلك نستطيع أن نعرف هل سنشتري أم لا، هل يوافقنا أم يناسبنا ذلك الشيء أم لا. ما أريد أن أطلعكم عليه هو هذا الشيء، وهذا الجميل هو هذا. إذا لاحظوا كيف أن بعض الأمثلة لتطبيق الواقع المعزز في حياتنا العملية. أول حاجة، بما إني كطبيب، نشوف تقنية الواقع المعزز في الطب. أنا أتخيل أشوف جسم الإنسان التشريحي قدامي، وكل العضلات وكل العظم وكل جسم الإنسان قدامي، بل بتخيل أكثر من كده إن أنا بشوف العمليات الجراحية قدامي كأنها بتتعمل قدامي، والبطن بتتفتح أو أي عملية بتتفتح وأشوفها قدامي. شيء رهيب، مجرد تخيله حتى خليني متحمس للتقنية دي في أقرب وقت. تخيل الواقع المعزز في التعليم، تخيل التعليم بتقنية الواقع المعزز، إن أنا بدل ما أعطي فيديوهات تعليمية
تخيل ماشي في بيت. اعتذر اسمح، في الحقيقة أردت أن أوقف الفيديو لكنه اسمح على هذا العطب. قلت ذلك الطفل الذي كان يمسك باللوحة اللمسية وينظر إلى تلك يعني الزربية بالدارجة، وإنما هي يعني نلاحظه هنا. اسمح سأعود. تخيل ماشي في بيتك وشايف كل الدنيا حواليك ذهب أو كل المكان نظيف. اسمح، إذا هنا قلت انظروا إلى هذا الطفل، إن أنا بدل ما أعطي فيديوهات تعليمية، إذا الطفل يمسك بتابلت ولكن هناك يعني واحد طابي قد أمامه وهو ينظر إليها من خلال كاميرا هذا التابلت. إذا يجب توفر ثلاث أشياء لكي نستطيع أن نرى هذا الواقع اللي هو الواقع المعزز، وسنرى ما هو الفرق بين الواقع المعزز الافتراضي والمختلط. إذا علينا بأربعة أشياء في الحقيقة، علينا إما بطاقة، إما شيء ما، مثلا هذه هنا زربية، أو يعني وكذلك تابلت، وثم تطبيق، تطبيق يعني نثبته من خلال بلاي ستور لمن له الاندرويد، ويجب ان يكون هناك انترنت. اذا هذه امور اربعه الامور لكي نستطيع ان نرى ما ترون. اذا هناك واحد الحامل لهذا الواقع اللي هو هنا زربية، وكذلك تابلت او هاتف محمول، وكذلك تطبيقة يعني التوفر على الربط بالإنترنت. إذن هذا الذي كنت أريد أن أطلعكم عليه وأشرحه لكم. الآن هذا كذلك نفس الشيء، إذن هنا نتحدث على الواقع المعزز. ما غيرش حاجة طوال قاخدهم دسوقة. إذن كما لاحظتم نفس المبدأ الذي رأيتمه مع الطفل في غرفتي. الآن أستاذة يعني أحضرت هذه البطاقة لجسم الإنسان، وعندما يعني مسحت بكاميرا الهاتف هذه الصورة من خلال تطبيق معين، استطاعت أن ترى جسم الإنسان بكل يعني الأجهزة، الجهاز العصبي، الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، الدورة الدموية بأكملها، الجهاز أو الهيكل العظمي. ويمكن أن تفرغ جسم الإنسان من كل جهاز لا تريده حتى تحصل على الجهاز المراد. إذن كيف سيكون انطباع وكيف سيكون شعور الطفل وهو يتعلم من خلال هذه التقنيات الجديدة وهي غير مكلفة ولا تحتوي على أي مخاطر ولا على أي كلفة، فقط يعني نتوفر على هذه الأدوات. نمر إلى التالي. إذا هذا كان في علوم الحياة الأرض، الآن أصحاب يعني الفيزياء كذلك عندهم نصيبهم. Okay, I want to talk to you for a little bit about this new augmented reality app called Elements 4D.
And what augmented reality is it's when you can take something that in the real world and it changes when shot through video. And so what we're going to change here are these paper cubes, and each one of these cubes has a unique element on them. And so when I put that in the camera, so in this case, chlorine, you can actually see it gives you a view of what is supposed to be chlorine gas. الله يدورنا غاز الكلور يظهر غاز وبلون الغاز. Bromine. وكذلك. Bromine in. انظروا إلى bromine as a liquid. هنا هنا هو سائل. Okay. والحجم. Why stop at a liquid? كذلك المعادلة. Copper in there. والجزيئات والرقم الذري إلى غير ذلك. هذا الكويف هذا الذهب لاحظوا كيف استحق المكعب إلى قطعة ذهب مكعبة بخصائصها مكتوبة لأننا ترى فقط مكعبات من إما الكربون من ورق القوى أو من الخشب لأن في آخر سيكون من الخشب حتى لا تفسد لاحظ جميل هنا أنه عندما نحاك بين مكعبين الورق القوى يحصل على معادلة كيميائية وتفاعل كيميائي اللي هو بين الكلور والصوديوم NaCl ولاحظوا أسفل الشاشة أو على يسار الشاشة تلاحظون المعادلة الكيميائية متوازنة يعني ذرتين من صوديوم زائد ذرتين من الكلور يعطي جزيئين من الملح إذن هذا جميل ورائع إذن نمر إلى آخر إذن كما رأيتم الآن جل المواد ممثلة ولها نصيبها إذن بعدما رأينا علوم الحياة والأرض انتقلنا إلى الكيمياء ثم مادة الفيزياء لاحظوا الآن الأسلاك والمصباح يعني يتنور ونراه يعني مشتعلا ولكن في الحقيقة كان فقط أوراق لكن عندما سلطنا عليه تطبيق ما من خلال هاتف جوال أو من خلال تابلت يستطيع الطالب أن يرى بأم عينيه الأسلاك والمنحنيات والمصباح هل يشتعل أم لا يعني هل الدارة الكهربائية صالحة أو غير صالحة إلى غير ذلك وهذه الآن أصبح مقرر هو ربما كتاب من مقررات الألمان يعني مكتوب بالألمانية وبالمناسبة عندنا هذين الأسبوعين المعرض الدولي للكتاب يعني انعقد في مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية
وأوصيت أحد زوار المعرض سيزوره قريبا أن يبحث إن كان متوفر مثل هذه المقررات، وطلبت منه اقتنائها لأن لها أهمية قصوى، ويعني لا يهم اللغة، المهم هو هذه التجربة عندما تسلط على هذه الصور كاميرا الهاتف، ترى هذا الشيء الجميل، هذا يعني كم يعني ينبغي من الوقت ومن المال لكي نوفر مثل هذه الأدوات، ولكن هي متوفرة بأقل الأثمان. نمر إلى شيء آخر. إذن هذه مكعبات التي رأيتم قبل قليل، لكنها الآن داخل فصل من الفصول لعلها في الولايات المتحدة، وأدعوكم لرؤية الفصل كيف هو منظم وكيف هو مجهز وكيفية تفاعل الطلبة مع المادة. Today is our second day exploring what elements are and where they're located in the periodic table. So we're doing Daiquiri's elements lesson plan one. And the girls are working in pairs, and they're filling out their chart. They're writing down the element name, location, right or left, the color, what state of matter it's in, and any additional information, such as the atomic number, which is kind of new to them. But they're also writing if they know if it's a metal or nonmetal based on where it's located on the periodic table. So they're noticing, they're kind of discovering if they're dealing with metals, gases, nonmetals, liquids, solids. And what's great is that we would normally have lithium in the classroom because it is explosive with water as an alkali metal. So this way kids can play with elements that they wouldn't necessarily have access to, especially in a middle school lab. Hi. You want to scan it? Yeah. Which one do you have? Helium? Hydrogen. Hydrogen. So we have a clear cube, which indicates, what does it indicate? A gas. A gas, colorless gas. So we're going to write it in our chart. And we're going to write, where is helium located, right or left? On the left. And decide if it's a nonmetal or a metal, and we're going to put that in additional information. It's a metal. So helium's going to be over here. But we're doing hydrogen. Oh, are you doing hydrogen? You're doing hydrogen, that's right. I made a mistake. So hydrogen, you're on the left-hand side, but it's a non-metal because it's the one that's by itself. Can you do this one where it's... So we have plutonium. It's like over here. Would I write like left? So plutonium is going to be kind of, it's actually in the middle, and it's a metal. So this, these two bottom rows get put into the center of the periodic table. So you would write middle. And since it's yellow on your periodic table, is it a metal or a non-metal? It's a metal. It's a metal. So we wouldn't normally have plutonium in our classroom, obviously, because it's radioactive. Why don't you scan that one more time and let's look at it? So now we can look at the properties of this radioactive substance and kind of look at the different properties of it. So students are independently working, sharing blocks, and filling out their form. And we wouldn't normally have rubidium in the classroom either, but now you can see what rubidium looks like in real life. Wait, would this be a solid? Yeah, it's going to be a solid. إذن كما تلاحظون أن يعني الطلبة يعني يدرسون الجدول الذري، يعني مادة مادة، يعني الواحدة تلو الأخرى، ويفرغون ذلك في جدول من حيث الخصائص، من حيث يعني المميزات لكل عنصر من العناصر. وهنا فقط أشير إلى ملاحظة جد مهمة، وهي أنه مثلا بعض الغازات
الغازات كيف سنوفرها ونحضرها إلى الفصل، وهي أصلا تسمى لغاز غار، يعني الغازات النادرة، كيف سنحضرها وهي نادرة. ثم هناك بعض الغازات التي هي خطيرة وسامة. إذا الآن نوفر المادة بدون أي مخاطر وبدون تكلفة. ننتقل إلى التالي. إذا هذه الفيديوهات التي شاهدتم إلى حدود اللحظة كلها تعرفنا بالواقع المعزز. الآن ننتقل إلى الواقع الافتراضي. ليس لنا الوقت في الحقيقة، وإلا كنا سنفتح بابا للنقاش، ولكن الوقت لا يسمح، نترك للآخر. نعم. أخوان أستاذ عن المقاطعة، كثير سائلين في الشات ما اسم البرنامج الذي نريد أن نثبته والتطبيق المستعمل، ما اسم البرنامج الذي نريد تثبيته، ما اسم نعم إذا البرنامج، من واحد نعم سائل. صحيح. إذا كما قلت سأزودكم ببعض البطائق من خلال روابط في آخر إن شاء الله التدريب، إن شاء الله وتطبقون. ولكن كيف نطبق؟ فقط يجب الرجوع التسجيلات السابقة. أستاذ محمد كاتب، أنا ممن حضروا لك محاضرة سابقة وقمت بالتطبيق، والفضل من بعد الله لك أستاذي الفاضل. طبعا أستاذة حنين كمان حكت في البداية إنها كمان طبقت معك، لأن استضافت الأستاذ حسن قبل أشهر كمان على نفس الموضوع، وما شاء الله مطبقة على نفس الموضوع وناجح معاها ما شاء الله. الحمد لله، اللهم لك الحمد. في الحقيقة جاءتني رسائل على الخاص كثيرة في الـ يعني الـ في الفيسبوك، وكذلك يعني هناك من لم يراسلني ولكن طبق ونشر ذلك على صفحته في الفيسبوك وذكر اسمي أو لم يذكره، لا بأس في ذلك. وإنما الحمد لله قد يعني الهدف قد تحقق، وهو أن المعرفة قد يعني وصلت إلى أصحابها. هذا الذي نريد. ثم الآن سنتعرف على ما معنى الواقع الافتراضي. إذا أنا يعني بخلاف من قدموا لي هذا يعني لهذه التقنية، أنهم يغرقون المستمعين بكثرة الكلام، وكما يقال الصورة أفضل من 1000 كلمة. فإذا كان الفيديو هو 1000، يعني فيه آلاف صور على الأقل، 61 صورة، يعني العين تستطيع أن يعني تتحقق منها. أما يعني هناك العديد من الصور في الفيديو. قلت الآن ننتقل إلى الواقع الافتراضي، سنرى ما هو من خلال هذه فيديو واحد فقط، وبعد ذلك نستطيع أن نصوغ تعاريف يعني بالكلمات. إذا الفيديو هو هذا، سنراه. إذن كما لاحظتم هذا التقني فهو يعني يشتغل على وضعية محاكاة، وما يراه هو معروض على الشاشة أمامنا، يعني كما تلاحظون. لاحظوا هنا التقني هو هذا، أو المهندس أو شيء من هذا القبيل، يشتغل، يضع نظارة
سنراها بعد قليل، هي خاصة بالواقع الافتراضي وما يراه بتقنية ما ربما من خلال الحاسوب، يعني نرى ما يراه هو. هو منغمس في الواقع الافتراضي، هو الآن منغمس لا يرى الواقع الحقيقي أمامه، لأنه يضع نظارة، يعني لا يستطيع أن يرى ما بجواره، ويشتغل كأنه حقيقة يعمل، ويعني يمثل في الواقع الافتراضي ذلك العامل الذي ترونه أمامكم. لكن في الأخير كما لاحظتم أن شرارة ما تساقطت على عامل أسفل هذا يعني الموقع، ويعني خر صريعا. إذن من هنا نستنتج أن هذه المحاكاة تجنبنا الكثير من المخاطر، ويعني تنبهنا إلى تعديل سلوكنا وإلى تجويد بعض الممارسات وبعض يعني الأشياء. إذن هذا هو الواقع الافتراضي. إذن كان الواقع المعزز كما لاحظتم الشخص يمسك بطبلت، لكنه يرى الواقع فقط. نعزز الواقع الحقيقي بشيء افتراضي اللي هو شيء مصنوع بالحاسوب يعزز لنا الواقع، كما تلاحظون إما قرش إما حيوان إما دارة كهربائية إما مادة كيميائية أو فيزيائية، المهم تكون من صنع أو لا هي من الشيء الافتراضي وليست حقيقي، وإنما نسقطها على الواقع الحقيقي. أما هذا التقنية اللي هي الواقع الافتراضي virtual reality، فهي أن الشخص ينغمس في الافتراضي، ينغمس كليا بحيث لا يعني يشعر بما يحيطه. وهذا في الحقيقة عبر عنه الكثيرون ممن وضعوا هذه النظارة على أعينهم. وصدر في آخر هذا العرض، يعني الشق الأول، يعني ما يمثله وضع هذه النظارة على أعيننا. أنا أتحدث هنا على الجانب السلبي، أما الجانب الإيجابي فهو جميل ورائع. من وضع هذه النظارة ويرى مثل هذا، يعني يشعر بشعور يعني لا يوصف، عكس ما نراه نحن بأعيننا. إذن ننتقل إلى الواقع المختلط اللي هو ميكسد رياليتي، لا رياليتي ميكست، لا رياليتي ميكست الفرنسي بالإنجليزية خلاص كما ترى. إذن الآن هنا شخص سيضع هذه النظارة على رأسه وسيرى شيئا من الواقع المعزز، ولكن في نفس الوقت هو يعني ينغمس في الافتراضي، يعني هناك يعني خلط بين الافتراضي والمعزز، الواقع الافتراضي والواقع المعزز، لذلك سميناه المختلط. إذن أدعوكم مع هذه اللقطات، هو طويل نسبيا لذلك سنرى بعض اللقطات منه فقط. Is an absolute game changer. I've just been on the train for 3 hours and I could not take it off. It is incredible. So this is it, the Microsoft HoloLens. I've attached it to my laptop and I'm going to move the camera behind me so you can see everything that I'm seeing when I try this on. It's got an adjustable strap at the back. I don't need the lead to run this, but this is purely so I can project the images onto my laptop so I can demonstrate to you how this works. Okay, let's go. So the first thing I want to show you is how I interact with the HoloLens from a business perspective. So here I'm going to open Excel, and this is directly connected to Office 365. It's a bit difficult to talk and do this at the same time. So here I can access all of my work documents, and I can do this pretty much any size I want to, and I can push it farther away or keep it nice and close. And I can then view all of my documents, files, photos, and access the web. So here you've got Microsoft Edge, and this is my blog. So I've got the scroll tools where I can scroll down and read
anything that I want on a web browser. And then you've got these really cool aspects like holograms, which are just so clear and so surreal. Here I've got a Word document. Again, this is using... إذن استسمح للمقاطعة. لاحظوا أن عندما وضع هذه النظارة على رأسه أصبحت نوافذ الويندوز يعني تتجول في الغرفة وبلمسة أصبع يعني بفقعة أسبوعين يظهر الإكسل ويظهر الوورد ويظهر أي شيء من نوافذ الويندوز وهو مضطجع على أريكته يعني لن يعني يشعر بألم الظهر أو ألم الرقبة لكن يمكن أن يضطجع على يعني ظهره ويرى أمامه النوافذ منتشرة هنا وهناك عن يمينه وعن يساره وفقط بإشارة من أصبعه تفتح نافذة أو تغلق تقترب أو تبعد وهذا شيء رائع لكن في الحقيقة المشكل هنا هو ثمن هذه النظارة جد مرتفع ولا يستطيعه الآن يعني الأناس يعني مثلنا إذن أترككم مع بقية very clever HoloLens technology where it maps every object in your room so you can pinpoint and place holograms anywhere. Here you'll see a really cool satellite and there's a man doing weights here. The drone is real, by the way. The man doing weights is not real. If I forget where things are, I've got this cool labeling system where I can label pretty much anything. So there I've got Cam. Here I've got a YouTube video open on a multiple Microsoft Edge browser. And if I click play, you should see my holiday snaps or holiday video. Now, to put it in perspective, I've got a 60-inch TV in this room, and this is probably about 100 inches. So you can see that you would have thought that at one point we won't need TVs and monitors anymore because I can have as many monitors, as many TVs as I want, not taking up any space or electricity. What I want to try and get across here is how clear this is. It's so weird that it's right in front of me. It's almost hard to explain that it feels real. It feels like I'm actually looking at a monitor. Now, this next app is so amazing. Kind of hard to put into words again. If I look at something and then click, it will actually map the room. So hopefully you can see this is using all these different colors and shapes to match every item in the room and lay over it. I mean, it's just awesome. So I can click and get different shapes. I can click anywhere in the room. And you can see, now I'm actually looking at the video of how this looks on the screen and it doesn't do it justice because through the HoloLens, you don't get black edges that you're seeing. It's perfectly, perfectly accurate over all of the different parts of this lounge. It's just unbelievable. It's so trippy to look at. What an experience. Now, this one just blows my mind. You can zoom into a number of galaxies in our universe, and obviously I've gone into our solar system. Now, again, when I click to look at more detail at our sun, إذن فقط التقطوا صورة لهذا الكيور كود وسترون هذه الفيديوهات على راحتكم وفي هواتفكم في جوالاتكم. إذن نمر إلى لقطة أخرى وأخيرة ربما. Connection is a spark that gives our lives meaning. سأجعله يتقدم قليلاً. To find those who share our views, yet offer different perspectives. Challenges of seeing. Deepen our understanding. And enrich our lives. صورته هي
Great things happen when we commit to something bigger than ourselves. Let's take a closer look at it. Place this here, let's see how it goes. This sense of collaboration and the feelings of connection it brings excites us. Hey, just in time. I'm going to move it slightly, okay? It's yours, take it. We have two planes right now on the same trajectory. هذا شيء رائع. هناك يعني مطار وهنا مسار لطائرات وهذا شخص حقيقي يضع نفس النظارة. لاحظوا بجواره عن يمينه وعن يساره سترون شخصين افتراضيين ولكن يظهران بكيفية وبتقنية مختلفة. هما شخصين حقيقيين ولكن لا يوجدان مع هاته المرأة وإنما يوجدان في مكان آخر، لكن في الوقت نفسه يتحدثان ويتشاوران أو يتشاورون ويتحدثون حول الموضوع الذي يجمعهم. أعتذر لأن عندي واحد ذاك النظار من تحت يعني تضايقني. أعتذر. Place this here. Let's see how we go from there, okay? This sense of collaboration and the feelings of connection it brings excites us. Hey, just in time. I'm going to move it slightly, okay? It's yours, take it. We have two planes right now on the same trajectory. As we put people first, technology fades into the background and feels like anything but. Aisha, what do you think? I think if we had 330, maintaining 2800, we'll be clear for approach. Excellent. This changes the way we see the world, and in turn, changes the world we see. These numbers are looking great, actually. There's promise in the possibilities, and what we see and create next will stretch the imagination. Good morning, Sarah. Morning. Slowly coming towards the thumb. A world without boundaries. Good job. A lot better than yesterday. Yeah. Excellent. Slowly bring the world where technology enhances, not limits, humanity. With people front, center, and in the spotlight. The future is here, and here can be anywhere. Introducing Microsoft Mesh. إذا لاحظتم كأعتقد الفرق بين هذه التقنيات الثلاث، الواقع المعزز، الواقع الافتراضي والواقع المختلط. فالواقع المختلط كما رأيتم أخيرا مثلا آخر لقطة وهي المريضة مع الطبيب. الطبيب هو شخص افتراضي ولكنه حقيقي، يوجد في عيادته وقد زارها افتراضيا من خلال وضع النظارة على رأس كل منهما. يطلب منها أن يقوم بتشخيص لها وهي سعيدة في غرفتها، لم تنتقل إلى العيادة بل بقيت في غرفتها. وهذا هو الواقع المختلط. إذن بعض التعريف سنراها سريعا. إذن الواقع المعزز هو منظر لبيئة حقيقية يجري تكبير عناصرها عبر صور هذه الصور محل الطبيعية بصورة آنية. وهذه مثلا صورة القرش وصورة الحصان وصورة الكلب الذي ينبح. إذن هو منظر، إذن هناك بيئة حقيقية اللي هي بطاقة فيها صورة كلب وصورة حيوان ما، ولكن يجري تكبيرها تصبح كبيرة وهذه الصورة ينتجها الحاسوب. تحل هذه الصورة محل البيئة الطبيعية بصورة آنية، يعني بسرعة. الواقع المعزز يحول إدراك الشخص الحالي للبيئة الحقيقية. في الواقع المعزز يكون المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر عبارة عن تراكب فوق محتوى العالم الحقيقي. إذن هناك تراكب بين الواقع الافتراضي والواقع الحقيقي، والشخص يعني يتفاعل معهما بدون يعني نظارة، يعني فقط بالنظارة، هذه النظارة التي ترون مثلا أو هاتف أو تابلت.
ولكن هو مدرك للواقع وما يقع فيه وما يحدث فيه. بالنسبة للواقع أو هذا الواقع من خصائصه المزج بين الحقيقة والافتراضية في بيئة واقعية تفاعلية وقت الاستخدام، توفير معلومات دقيقة وواضحة، إدخال المعلومات بطريقة سهلة، قلة التكلفة والقابلية للتوسع بسهولة. هذا شرحناه سابقا. مجالات الواقع المعزز هو كان في الأول فيديو رأيتموه، هو يعني يمكن أن نجده في المجال العلمي والصناعي والتجاري، المجالات الحكومية، العمارة، الهندسة، البناء، الطيران كما رأيتم، التعليم، الفحص والصيانة كما رأيتم، كذلك التصنيع والطب. إذن المجالات كلها تقريبا رأيتمها في تلك الفيديوهات. أهمية الواقع المعزز، إذن يوفر هذا الواقع مساحة تعليم ابتكارية، وذلك عن طريق دمج موارد مواد التعليم الرقمية بمختلف السيار الإعلامية، زيادة الفاعلية التربوية. يعني كما قلنا، يعني ما هو شعور الطالب وهو يرى هذه الأشياء أمامه يعني مجسدة حقيقة ويتفاعل معها ويراها بأم عينيه ويسمع الأصوات، إن كان صوت حيوان أو صوت طائرة أو صوت يعني عنصر من عناصر البيئة. ثم استخدام الواقع المعزز في مجال التعليم على نطاق واسع وخصوصا في بيئة المختبرات العلمية، وهذا قد تحدثنا عنه سابقا. تحفيز المتعلمين تحدثنا عنه كذلك. التعلم يعني يلعب دورا مهما في عملية التعلم، وهذا ما يحقق الواقع المعزز، لأنه يجمع بين المتعة والمعرفة في ذات الوقت. تؤدي تقنيات الواقع المعزز دورا مهما في مساعدة المعلم على شرح المعلومة بشكل أكثر كفاءة. أما الواقع الافتراضي فهو محاكاة حاسوبية لبيئة معينة، إذن هي محاكاة حاسوبية لبيئة معينة يمكن لشخص ما أن يتفاعل معها، إذ ينغمس الشخص انغماسا كليا، وهذا سطر تحته أربعة أسطر. إذ ينغمس الشخص انغماسا كليا يعني ينسى محيطه كليا في هذه البيئة المحاكاة، ويتمكن من التصرف بالأغراض الموجودة فيها أو القيام بمجموعة أفعال. كما رأيتم ذلك التقني، فهو يتصرف بالأغراض الموجودة على الشاشة كما رأيتم، يفك البراغي إلى غير ذلك. ويمكن استخدام الواقع الافتراضي للتعلم التجريبي من خلال محاكاة البيئات الحقيقية. ويوفر الواقع الافتراضي وسيلة بديلة للأشخاص الذين يعتمدون على الإدراك البصري في التعلم، أو الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في التعلم. إذن هذه بعض الوسائل التي نعتمدها في المجال أو الواقع الافتراضي. إذن هناك نوعين من النظارات، وفي الحقيقة ثلاث أنواع. كاين النوع الأول من الكرتون، يمكن أن تشتريه من الكرتون أو تنجزه أنت، فقط عليك برؤية فيديو في الانترنت يمكن أن تنجز مثل هذا الصور التي على اليسار. هذه، إذن هذه الصورة يمكن أن ننجزها بفقط أوراق مقوى، لكن علينا أن نرى من يعلمنا ذلك. ثم هنا نظارة للواقع الافتراضي من نوع آخر، وهذا ثمنها بطبيعة الحال يزيد. هذا النوع على الأيسار يمكن أن تضع هاتفك، لأن هناك فيديوهات تشتغل بالواقع الافتراضي على اليوتيوب، تختار مثل تلك الفيديوهات وتتفرج عليها. بينما هذه النظارة التي على اليمين فهي حقيقة للواقع الافتراضي، مربوطة بالحاسوب و ترى يعني أشياء جميلة وجميلة جدا، جربها الكثيرون وكان شعورهم جد 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 إيجابي. ولكن لا بد أن نحتاط، لأنني سأطلعكم على فيديو أو فيديوين لتكونوا على يعني معرفة بالمخاطر الموجودة في هذه النظارات. بالنسبة للواقع الافتراضي غالبا ما يستخدم كمصطلح شامل لجميع أنواع التجارب الغامرة. إذن هناك من يطلق هذا الواقع على الواقع المختلط والواقع المعزز والواقع الممتد. إذن هناك من يسميه الواقع الممتد، وما ذلك؟ فعندما نطلق الواقع الافتراضي فنقصد به ما رأيتم في الفيديوهات السابقة.
الواقع المختلط أو يسمى كذلك الواقع الهجين ويسمى الواقع المختلط، حيث يمكن أن يحدث التفاعل بين العالم الحقيقي والمحتوى المعزز رقميا، كما رأيتم مع الطبيب مع المريضة والطبيب، أو بين تلك المرأة على في المطار مع الشخصين، أو كذلك الطالب الذي يتعلم الخط الصيني مع أستاذه وهكذا. إذن هذا هو الواقع المختلط. هذه النظارات التي نستعملها في الواقع المختلط. مخاطر هذا، إذن أترككم مع هذا الفيديو، ليس طويل، ولكن هناك مخاطر نفسية ومخاطر جسدية. لأن كما قلنا في الواقع الافتراضي ينغمس الشخص انغماسا كليا، يعني ينسى واقعه، وهذا مجرب، يعني جربه أصدقاء وحكوا لنا أنهم يعني حتى الأحاسيس يعني تنقل لك أنك تعيش تلك التجربة حقيقة، إن كانت سارة أو غير سارة. إذن أترككم مع إذن لاحظوا لولا يعني الوسائل الأمان التي يضعها مثل هذا الحزام وكذلك الطابيرولونت، يعني ذاك الزربية المتحركة، يعني لاصطدم هذا الشخص بالجدار. لكن الانعكاسات النفسية السلبية ستكون خطيرة، وقد يعني تجر عليه وبالا، إما على عقله أو على يعني جهازه العصبي، في حين الذي لا يرتدي هذه النظارة هو يستمتع بالنظر إلى هذا الهلع الذي يعيشه هذا الشخص. وهذا في الحقيقة ليست من شيء منا كمسلمين، يعني لا ينبغي أن نضحك من مأساة آخرين، بينما هذه النظارة تقدم خدمات جليلة، ولكن ذلك حسب محتوى الذي تراه. إذا كان المحتوى مفيد وجميل، مثلا تنظر إلى مناظر طبيعية، فلن تشعر هذا الشعور الخطير وهذا الهلع، لن تشعر بهذا الهلع، وإنما ستشعر بسعادة غامرة، ترى جنات وأنهار وعيون وموسيقى تحدثها زقزقة الطيور أو الرياح وهي تتلاعب بأوراق الأشجار. إذن هذا الذي كنت أود أن ألفت انتباهكم إليه. وهناك فيديو أخير وننتقل إلى الشق الثاني الذي سيمتعكم هو أيضا، وهو الجديد الذي قلت لكم سأحضركم جديد. ولو كان عندي وقت يعني متسع من الوقت، لأن كان عندي ضيق في يعني العمل في المدرسة والتكوين وكذلك متابعة الورشات التي تنتجونها يا مبدعون يا حاضرون، لا نستطيع أن نرى مبدعا يقوم بورشة ولا نحضرها. أحيانا والله أحضر 3 ورشات في اليوم، وفي هذه يعني البارحة مثلا مع الأستاذة شوقية ومع الأستاذة أصيلة ومع الأستاذة ربما دنيا أو شيء من القبيل، إحدى صديقات حنان لا تكون حاضرة معنا، استدعيتها للقاء. إذن في الحقيقة نسأل الله تعالى أن يبارك في أوقاتنا. ننتقل إلى آخر فيديو وهو طويل، ولكن فقط هنا كانت مخاطر نفسية، الآن انتبهوا إلى المخاطر الجسدية. يا
إذا قلت هذه الفيديوهات يمكن الاحتفاظ بها عندكم من خلال تصوير هذا الكويب. إذا لاحظوا ماذا حدث لهذين الشخصين، إنهم يضعون نظارة ولكن بدون روابط الأمان، ويضعون أشياء يعني ربما خطيرة، أو تأمرهم بالتقدم لأنهم ينسون، ينغمسون انغماسا كليا. لاحظ ماذا سيحدث لهذه الفتاة، هي في بيتها. لاحظوا إذن الكثير من هذه اللقطات موجودة في هذا الفيديو، طوله 8 دقائق، لا داعي لي للاسترسال، فقط أطلعتكم على المخاطر الجسدية. كما قلت، لماذا هذه النتائج التي ترون؟ لأنه عندما يضع الشخص هذه النظارة فهو ينغمس انغماسا كليا، ويعني ينتقل من الواقع إلى الافتراض 100%، حتى بأحاسيسه. وهذه اللعبة التي رأيتم سابقا، هي شخص أو البنت تنتقل على خشبة، هي ترى في اعتقادها أنها يعني تذهب فوق عمارة وتريد أن تقفز من عمارة إلى عمارة، يعني هذا هو التحدي، ولكن هي في الحقيقة على أرضية الغرفة وعلى خشبة، وليست في سطح العمارة. هي تعتقد أنها ستقفز من عمارة إلى أخرى، يعني تصطدم بالجدار وبشاشة التلفاز. إذن هذا الذي كنت أريد أن أقوله. إذن هذه نقاط الضعف لهذا الواقع، وهناك نقاط ضعف أخرى وهي قلة الموارد، لازلت ليست كثيرة، أو بأثمنة مرتفعة، وهكذا. إذن التعرف على بعض التطبيقات من البلاي ستور للحصول على هذه النتائج التي رأيتم سابقا، لكن سأمدكم بها إن شاء الله من خلال الجروبات، لأنه لم أستطع أن يعني أجهز تلك الروابط. هي لدي بعض الروابط، ولكن هناك أضفت روابط أخرى، لذلك إن شاء الله سأجهزها وأمدكم بها في المجموعات إن شاء الله. قلت الآن ننتقل إلى الشق الثاني. إذن الشق الثاني سنتحدث عن ما يسمى بالصور البانورامية بزاوية 360 درجة. لماذا؟ إذن سنقرأ معا، يعني استسمحكم. نعم، نعم. إذن هذا هو الرابط، قد اشتغل، سأكبر الشاشة. إذن صور بانورامية بزاوية 360، لماذا؟ إذن هذه الصور هي صورة توفر رؤية كاملة لبيئة بزاوية 360 درجة. هذه التقنية تجعل من الممكن زيارة مكان بفضل مجموعة من أو مجموعات من أو من العديد من الصور الكروية، وهذا ما يسمى بعد ذلك جولة افتراضية. إذن ما معنى جولة افتراضية؟ هي أنك تتجول افتراضيا ولكن ترى المكان كاملا بجميع زواياه 360 درجة، وكذلك ترى السماء، ترى فوق وترى أسفلك وفوقك. وهذا يعني للذين قاموا بجولة، خصوصا الذين زاروا ميناء العقبة وزاروا العقبة، فلو كانت هذه التقنية متوفرة لديهم لالتقطوا صورا يعني ممتعة
وترى المكان بأكمله وليست فقط ما تراه أمامك. إذن هذا الذي سأطلعكم عليه إن شاء الله. مجالات هذا استعمال الجولة الافتراضية، إذن هناك إما نتجول في مكان ما وهذا يتوفر مثلا في جوجل ماب، كذلك الجولة الافتراضية كوسيلة للتواصل يمكن أن نتواصل من خلال هذه الجولات الافتراضية، كذلك كوسيلة للتسويق، يعني يمكن أن أدخل إلى متجر وأتجول فيه كأنه حقيقة وهو ما يعني موجود حقيقة ولكن كأنني موجود داخله وأرى البضائع ويمكن أن أتفاعل. كذلك القيام بجولة افتراضية لمتحف، فمنذ سنة 2020 قدم متحف بوردو بفرنسا إحدى مدن الفرنسية جولة افتراضية في معرضه إفريقيا الصفانة البرية. سأطلعكم على فيديو من داخل هذا المتحف لتروا ما معنى صور بانورامية، دائما أقول بانورامية. الموقع الجغرافي لم يعد يمثل مشكل، واحدة من أهم مزايا المتاحف الافتراضية هي حقيقة أن موقعك لا يقيدك. تقدم المتاحف في جميع أنحاء العالم جولات وعروضا ومعارض رقمية تسمح لك بالانغماس في فنها بغض النظر عن مواقعها وحدودها الجغرافية. في الواقع تذهب بعض المتاحف إلى أبعد من ذلك وتضيف صورا ومقاطع فيديوهات وتفاعلات من أجل جعل الزيارة أكثر غامرة أو غامرية للمشاهد. إذن سأنتقل إلى هذا الفيديو إلى هذه الموقع. إذن هذا متحف حول إفريقيا. إذا لاحظوا هنا يمكن أن أرى هنا الفيديو يعني الشاشة أدير كيفما أريد. إذن هذه الحيوانات هي أمامي و يمكن أن أقترب منها وأعرف معلوماتها. هي موجودة أمامنا هنا. أسمح لأنني لم أشغل هذا قبل، كما قلت ليس لم يكن لدي الوقت الكافي لإنجاز هذا الشيء. المهم أترككم تستمتعون أنتم به إن شاء الله. سأعطيكم الرابط، يمكن أن أعطيكم الرابط لهذا الموقع. إذن اسمحوا لي أن لاحظوا هنا سقف المتحف هذه الحيوانات. الآن أتواجد داخل يعني وراء الزجاج مع الحيوانات. سأحاول الخروج لأنني ذهبت إلى المكان الخطأ. لاحظوا هنا هذه الدوائر البيضاء، عندما أضع عليها الفأرة زر الفأرة على شكل دائرة أتقدم، يعني ترسم لي الطريق التقدم. وهناك ما تلاحظون هاي الطيور، ويمكن أن أقترب فقط كما قلت لم أجرب هذا وحدي وإنما أجربه معكم. أنا فقط أردت أن أطلعكم على الفيديو البانورامي أو الصور البانورامية. إذا لاحظوا أنواع الطيور وهنا معلومات موضوعة أمامك، يمكن أن تقترب من هذه الطيور مثلا هذه الأفعى هي. إذن لا أستطيع هي هذه. انظروا هي أفعى تطل برأسها وهناك طيور هذه تماسيح، والمعلومات كما قلت موجودة هنا، هي موجودة يمكن أن نقرأها. إذن يمكن أن أواصل المسير. إذن هذه الحلقات هي التي تريني أين سأذهب. إذن هذه جولة، أنا سنعود إلى مكاننا. نعم هنا رجعنا
المهم الفكرة قد وصلت، إذن يمكنك أن تتجول، لكن الآن نحن ننظر بعينين مجردتين من النظارة. أما المتعة ستكون حقيقية إذا وضعنا النظارة العالم الافتراضي التي كان يضعها ذلك الشخص العامل، يعني تلك النظارة القاتمة، أو الذي كان يضعها ذلك الشخص الذي كان يلعب وهو يعني يتملكه الشعور بالخطر وبالرهبة وبالرعب. إذن هاتك تلك النظارة إذا وضعناها سنرى هذا المتحف وبشيء جميل ورائع. إذن نترك الآن هذه الشاشة ونرجع إلى الكلام. إذن هنا كذلك يمكن أن نستعمل هذه الصور البانورامية في الشركات لاكتشاف نفسها ومنتجاتها وخدماتها. يعني شركة ما، يعني إذا جاء أحد الزوار، زبون أو شريك أو شيء من هذا القبيل، يمكنه أن يزور افتراضيا، لا داعي لكي يتنقل بنفسه، يمكن أن يزور أن يزورها من داخل بيته، ثم ينتقل إن كان يعني يريد أن يمضي في هذا الشغل أو المشروع. إذن تسمح الجولات الافتراضية الآن للشركات بتقديم نفسها بطريقة شفافة ولكن خاضعة للرقابة. يعني أحياناً لا يسمحون بتصوير كل الأجنحة وبكل الأسرار، وهذا من حقهم. لكن هناك جوانب يمكننا أن نطلع عليها ونعرفها عن قرب. ما هو محتوى الوسائط المتعددة لجولة افتراضية؟ إذن خلال زيارة لأحد العملاء سيتمكن مندوب المبيعات من اكتشاف شركته ومنتجاتها مباشرة من الشاشة بسيطة وبديهية. ستسمح له الجولة الافتراضية بالوصول إلى جميع المستندات الفنية والتجارية لتقديمها. انظر الصورة أسفلها. إذن هنا لاحظوا هذه جولة نتم في هذه المكان، نرى هنا أيقونة للفيديو. إذن هنا أيقونة للفيديو، عندما نضغط عليها، وفي الحقيقة عندما نضع النظارة لا نضغط على أي شيء، في الحقيقة توجد لدينا وسائل نمسك بها هي التي نتفاعل بها، أو أحيانا فقط إذا حدقنا وأطلنا النظر 10 ثواني فأكثر على شيء ما، إذا كان يعني قابل للتفاعل فيتفاعل. مثلا هنا قد نرى فيديو، وفوق هنا ملف PDF. إذا حدقنا فيه أو إذا قمنا بالضغط عليه من خلال أداة نمسك بها فسنرى الملف ونقرأ ما فيه. وهذه كذلك هذا المربع الأحمر الثالث وسط الصورة كذلك يمكننا من فتح شيء ما. إذن هكذا. إذن هذه هي جملة يعني من المعلومات حول هذه الصور البانوغرافية 360 درجة. لكن السؤال هنا أو لا ليس بعد، سأطلعكم على بعض الصور بانورامية أنتم يمكنكم الوصول إليها من خلال مواقع الويب. فقط تكتبون صور بانوغرافية فوتو بانوراميك 360 درجة فتعطيكم صور متعددة وفيديوهات. سنزور إحدى المواقع. إذن هذا موقع، وهنا بالمناسبة لقد سجلت هذا على موقع أو على إكسبلورر إدج، يعني على محرك البحث شنقول إدج، حيث يمكننا من يعني الاحتفاظ بالعدد من عدد من صفحات الانترنت، مجموعه يعني في كوليكسيون، مجموعه في مجموعات، وكل مجموعه تحمل عنوان. انا هنا في هذه المجموعه وضعت الصور البانوراميه للوصول اليها بسرعه. اذا الصور البانوراميه كما تلاحظون هذه الصوره
هي صورة طويلة وليست صورة عادية، هي صورة طويلة، لكن عندما تضع النظارة وتنظر إليها فستراها يعني كأنك تنظر إلى واقع حقيقي 360 درجة. إذن هذه هي الصور البانورامية، هذه صور ثابتة غير متحركة، ولكن يمكن أن يعني نجد فيديوهات. هي فيديوهات، هذا الفيديو كنت سأطلعكم عليه، ولكن الآن سأضرب عصفورين بحجرة واحدة. هذا نزلته عندي للحاسوب، ولكن هو وجدته يعني جاهزا. هذا إذن لاحظوا هذه الفتاة. Sometimes you want your friends and family to see the moment just like they were there. Now you can easily take a full 360-degree panorama straight from your Facebook app and share it as a 360 photo. Simply follow the path on your phone to capture what's happening around you and share directly to your timeline. You can even use your 360 photo as the cover photo on your profile. 360 photos help the people you care about to experience the world just as you see it and take them where they've never been before. نعم، الصورة كانت غير واضحة. الفيديو لم تروا الفيديو؟ نعم، هناك من كتب أن الصورة غير مرئية. إذا كانت عند الكل فممكن، أما إذا كانت عند واحد ربما يكون فقط الربط بالنت. نعم، إذا كانت الصورة غير واضحة عند الجميع فلترفعوا الأيدي. إذا كانت الصورة غير واضحة فلترفعوا الأيدي. إذن هذه مشكلة إنترنت. تمام. لكن لا بأس، لا بأس، سنعيدها. فقط قلت هذه فقط جاءت في الطريق، لم أكن أريد أن أطلعكم عليها. كما قلت هناك يعني مواقع، فقط نكتب ليماج بانوراميك، انظروا هنا مكتوبة، يعني انظروا هنا ايماج بانوراميك، وزيد ويمكن إضافة 360 درجة، فترون هذه الفيديوهات. إذن هناك صور بانورامية وهناك فيديوهات بانورامية، وهذه إذا رأيناها من خلال النظارة ستكون النظرة يعني الجولة ممتعة. قبل أن نتابع، إذا كما لاحظتم هذه الصور البانورامية إما نجدها على الواقع من مواقع أو على جوجل مابس. جوجل مابس رأيناه سابقا ولم ندخل إليه، يمكن أن نزوره من جديد. إذن هنا المغرب، سنزور مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، وهو أكبر المساجد بعد الحرم المكي والحرم النبوي من حيث المساحة. نعم، إذن غادي نكتب هنا مسجد الحسن الثاني. الحسن الثاني الدار البيضاء، الدار البيضاء
إذن نعم إذن ها هو قد أخذنا إلى موقع المسجد وهو على شاطئ البحر، شاطئ المحيط الأطلسي، هو مكتوب موسكي حسن دو. إذن عندما نضغط عليه إذن سنرى مسجد الحسن الثاني رحمة الله عليه. إذن هنا سنجد، المهم عندي هو هذا، هذه الصور الموجودة على يسار الشاشة. إذن لاحظوا هنا توجد صورة وأسفلها توجد دائرة، سهم دائري. هذا يعني أن هذه الصور هي صور بانورامية، يعني التقطها بعض الزوار فقط. هنا زوار هواة زاروا المسجد ولديهم تقنيات التقاط هذه الصور، وهذا ما وأعلمكم إياه إن شاء الله في هذه الحصة لكي تلتقطوا هذه الصور وتستمتعوا بها كثيرا إن شاء الله. إذن هذا هو مسجد الحسن الثاني، لكن لاحظوا هنا الصورة نسبيا رديئة. سنرى هذه الصورة. إذن هنا يمكنني أن أقترب. لا، هذه ليست صورة بانورامية، استسمح، لأنها لا تتفاعل. هذه كذلك صور عادية، هذه صور عادية. علينا أن نجد هذا الرمز، سأعود. مثل هذه الصور. نعم، سأرى. إذن هذا رمز لهذه الصورة. لا، هذا فيديو فقط، أعتذر. على كل إن ستجدون صور قلت من هذا القبيل، لأن قلت هذا الشيء يعني كان ينبغي وقت إضافي لإتقانه إتقانا محكما، ولكن كما قلت رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. على كل إن سأنتقل الآن إلى مكان آخر. هذه صور عادية، يعني ليس فيها ما أريده. إذن سأعود. للأسف لا أدري. على كل إن غادي ناخذ الآن مثلا المسجد الحرام. هذا هو المسجد الحرام. هاي لاحظوا الآن، صحيح. إذن تلك الصورة في الحقيقة كانت خدعتني، ليست هي المراد. يجب أن تجدوا هذه الصورة مكتوب عليها 360 درجة. إذن عندما أضغط على هذا الزر، إذا لاحظوا الآن يمكن بمؤشر الفأرة أن أدير الصورة حيثما وليت وجهي. إذن هذا برج الساعة، ها هو برج الساعة، نحن مقابلين مع بوابة الملك عبد العزيز، وهي الآن في طور الإنشاء، وعلى اليمين قصر الملك السعودي، يعني هنا الصفا والمروة، هي هذه الباب الصفا والمروة. وبالمناسبة من هذا الطريق إذا سرنا مباشرة يعني نحو تلك المئذنة
على بعد 300 متر كان يتواجد سكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بيت أمنا خديجة رضي الله عنها، يعني بجوار جوار الإسراء، يعني المسارين كيقولوا الصفا والمروة. الصفا والمروة. إذن هذه كما قلت صورة 360 درجة، لاحظتم؟ وهناك العديد من هذه الصور، ها هي موجودة. إذا لاحظوا هذه الصور عليها هذه العلامات، كانت موجودة على مسجد الحسن الثاني، ولكن للأسف لم يعني تريد أن تشتغل. سنرى المسجد الحرام من الداخل. إذن هنا لاحظوا نحن الآن في صحن المسجد بجوار الكعبة المشرفة. هذه وهؤلاء حجاج، إذن هذه هي الكعبة المشرفة. إذن نحن الآن بالضبط في إن ركن هذا، من يعرف هذا الركن؟ أي ركن هذا؟ أي ركن هذا يا ترى؟ لعله الركن اليماني، لعله الركن اليماني ويليه ركن الحجر الأسود، يعني على اليمين، واليسار حجر إسماعيل. نعم، حجر إسماعيل على اليسار. انظروا إلى هذا المصباح، يعني انظروا إلى هذا الشاشة، هذا هو. إذن هذا المصباح هو هذا. إذن يكفي أن أدير زر الماوس ديك العجلة فأقترب أو أبتعد عن الذي أريد أن أراه. نعم، إذن هذه صور بانورامية 360 درجة. يمكنني أن أزور مثلا المسجد هو من الداخل وهو فارغ الآن من المصلين، يعني هناك من يستمتع بالجلوس في هذا المكان المقدس. هذا الشخص لعله هو الذي التقط هذه الصورة غالبا غالب الظن. إذن انظروا إلى سقف المسجد الحرام، انظروا إلى زرابيه الرائعة، تعطر ويا سلام على رائحتها، صلى الله تعالى أن لا يحرمنا منها، من الصلاة فيه وفي صلاة المسجد الأقصى وفي المسجد النبوي. ومرحبا بكم لتصلوا في مسجد الحسن الثاني. إذن ننتقل، لا داعي للاسترسال في هذا. إذن أخذتم فكرة، يمكننا أن نأخذ مثلا المسجد الأقصى، المسجد الأقصى، وننتهي من هذه الجولة. معذرة يا لطيف. نعم، لا يريد أن يكتب، لا أدري لماذا لم يريد. نعم، إذن الآن نعم، الآن نعم. المسجد، مسجد، سبحان الذي أسرى من بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا. ليلا، المسجد الأقصى، أقصى، هناك يألف الأقصى القدس. إذن ها هو ترونه في وسط الشاشة. سنبحث عن الصور البانورامية. تنزلون إلى أسفل. نعم، لا أدري أين أجد هذه الصور. المهم هي موجودة، رأيتها البارحة فقط مرة واحدة، لم يكن لدي الكثير من الوقت لاستكشف كثير من الأمور.
المهم يجب أن نجد تلك الصور من 360 درجة، بزاوية 360 درجة، يعني للأسف لا تظهر. ها هي وجدتها. هي لاحظوا هنا ستريت فيو 360، عقلوا على هذا الاسم، مهم جدا. ستريت فيو راه تعرفونه مع جوجل مابس، ولكن سنعود اليه. لأن عندما اضغط اجد صور بانوراميه 360 درجه. اذا سنتجول في الحقيقه، نبدا من الداخل من هذه المناظر الروحانيه. اذا هذا المسجد الاقصى. السادة شوقية. نعم أستاذ. هل لي حركت مشاعر الوجدانية؟ نعم أكيد، يعني كما قلت نتمنى ونسأل الله العلي القدير أن يجمعنا في ساحات المسجد الحرام ثم في المسجد الأقصى إن شاء الله وهو محرر. إذا من زار هذا المكان، من زار من صلى فيه، فليرفع يده لكي نرى كم الأشخاص الذين يعني نالوا شرف الصلاة في هذا المكان. من دخل هذا المكان وصلى فيه فليكتب صور، عدد واحد. ما شاء الله ما شاء الله. اللي زار المسجد الحرام مكة والكعبة يرفع اليد أو يكتب رقم واحد. لا أطلب الآن المسجد الأقصى. الأقصى. طيب. إذا أخفضوا الأيدي ثم يطلب الأستاذ حسن من زار المسجد الأقصى فليرفع يده أو يكتب رقم واحد. المسجد الأقصى في القدس طبعا، يعني لي الشرف أن أزوره في العام أكثر من مرة بفضل الله. الحمد لله. إذن هنا فقط كلمة بسيطة. هنا الآن أنا أدير الشاشة وأدير الصورة بالمؤشر الماوس، ولكن إذا وضعنا تلك النظارة الواقع الافتراضي على رؤوسنا فلا حاجة لي لكي أدير بالماوس، وإنما سأدير رأسي. يعني أنا أدور فأرى المكان، أتجول في المكان كأنني وسط المسجد. عندما أرفع رأسي إلى فوق سأرى سقف المسجد، عندما أنظر إلى موطئ قدمي سأرى الزرابي وموطئ القدم. إذن هذا هو الجميل في تلك النظارات، ولكن سنواصل. إذن سنقوم بجولة خارجية ونقف. إذن جولة خارجية. إذن هذا المسجد الأقصى المبارك، نسأل الله تعالى أن يتحرر ونلتقي في ساحته وفي باحته. وهذه قبة الصخرة، إذن لا تظهر، لعله لا تظهر، إنها تبدو هناك وراء خلف الأشجار. هل رأيتموها؟ إذن سأدير زر الفأرة فيتقترب الصورة، وكلما كانت الصورة بجودة عالية كلما بقيت على صفائها، ويعني الآن جودة يعني أصبحت نسبيا ضعيفة. إذن هذا ما كنت أريد أن أتلعكم عليه فيما يخص الصور أو الفيديوهات البانورامية. الآن سأخرج وأنتقل إلى الشريحة الموالية، وهي كيفية تنزيل صور بانورامية من جوجل ماب. يمكنني أن أنزل هذه الصور وأضعها على هاتفي، ولكن إذا وضعتها على الهاتف فلم أراها كما رأيتمها الآن، لأن الذي جعلني أراها في جوجل ماب هو واحد البرنامج اسمه ستريت فيو. إذن كيف سأراها؟ أولا كيف سأنزلها؟ ثم كيف سأراها بزاوية 360 درجة؟ هذين سؤالين سنحاول أن نجيب عنه
أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم. شاوريهم أستاذة، نسترسل أم نقف؟ شاوريهم أستاذة. نعم نعم، يعني الموضوع أكيد شيق وطويل ومفيد وممتع، لكن ربما أطلنا على المجموعة على المتدربين. شو رأيكم نخليها تكملة لمرة ثانية إن شاء الله؟ شو رأيك أستاذ؟ أنا ليس عندي مانع أن أسترسل ولو لنصف ساعة وأكثر أيضا، حتى ساعة، ولكن نستشير. نصف ساعة. ماشي، هاي هم بيتو. ماشي كمل. هذا وعدتهم به في الحقيقة، أنه سأحضر لهم الجديد، وهذا أعتبره جديد. فقط سأسأل، في الحقيقة لم أفعل الكلاس بوينت، لم أضع أسئلة، لم يبقى لي الوقت لذلك، وإلا لكنت سألت الجمهور، ولذلك ستكلف الأخت شوقية يعني سؤال: هل منكم من التقط صورة بانورامية، هو التقطها لنفسه في مكان ما، يتجول في مكان سياحي في مكان ما التقط؟ أنا التقطتها في حديقة بيتي والحمد لله كانت صورة رائعة، جربت مرة واحدة ولم أستطع أن أجرب مرة أخرى، سأجربها المرات تلو المرات لأنها تجربة رائعة، وأشكر من علمنا هذا في الحقيقة، ولا بأس أن أشير إلى من علمنا في الحقيقة ونقدم لهم الشكر، نسيت أن أشكرهم في البداية ولكن هذا وقت الشكر. أشكر هنا أكاديمية الرائد بقيادة أشرف ممني، وأشكر كذلك مؤطر تلك الورشة التي علمنا هذا الأمر خلال 3 أيام وليست ساعة أو ساعتين فقط لهذا الموضوع. فالأستاذ هو عزيز عبد الرحيم، بارك الله فيه، ويعني زكى علمه، وقد أطلعنا على فيديوهات صنعها هو، وأستطيع أن أصنعها مع تلامذتي، الحمد لله تعلمت كيف، ولكن هو لأنه كانت عنده الفكرة أنجز فيديوهات بانورامية مع تلامذتي، شيء رائع. يعني يذهب مثلا للمسجد الحرام، رأيتم سابقا صورة بدون يعني مفتاح، بدون أي شيء، أنت ترى المكان ولكن لا تعرف، لكن أستطيع أن أنزل تلك الصورة ومن خلال فوتوشوب، يعني أعالج هذه الصورة وأضيف أسماء الأماكن وأضيف أصوات وأضيف حتى فيديوهات في تلك الصورة. يعني عندما أضغط على مكان ما، أضغط إما كما قلت بزر في يدي أو فقط بتحديق في هذا المكان، فأرى فيديو يشرح لي مثلاً المكان، كيف أتصرف في ذلك المكان، ما هي الأدعية، ما هي السلوكات التي علي ألا يعني أفعلها، وهكذا. قس على هذا في مكان سياحي، في مكان جيولوجي مثلا، يمكن أن أذهب في خرجة جيولوجية أنا كأستاذ وأخذ الصورة بانورامية 360 درجة وأعود بها إلى البيت، و يعني أدخل عليها بعض المعلومات، مثلا مفتاح، طبقات يعني كوش سيديمونتير، أنواع صخور، أنواع نباتات، وأصوات، يعني إما صوتي أو من فيديوهات أو أصوات من الإنترنت تشرح تلك الظواهر أو تلك يعني المواد الجيولوجية. هذا فقط نبدأ، يمكن أن أفعل ما أشاء. إذن فقط إما أن وسأريكم كيف تلتقطون هذه الصور،
أو يعني ننزلها من جوجل ماب أو من فيديو من اليوتيوب وندخل عليها التغييرات يعني اللازمة وندرجها في يعني مقرراتنا الدراسية، يعني تصبح الأمر يعني له متعة وطابع آخر. يعني كنا فقط نري تلامذتنا صورة يعني ثابتة على السبورة، أما الآن فسيرى بهاتفه المكان 360 درجة وبالأصوات وب يعني المفتاح وهكذا التعليقات. إذا قلت كيفية التنزيل. إذا لتنزيل هذه ال هنا أسمح كيفية التنزيل هنا العمل في الحقيقة ناقص لم أكمله، لكن سأطلعكم على البرنامج. البرنامج اسمه لم أكتب لم يسعني الوقت. أنا في الحقيقة عندما طلبت مني الأستاذة شوقية أن أنجز هذا العرض منذ أسبوعين كنت مغمور يعني بالمشاغل العمل والتكوين وهكذا، ولكن لبيت لها طلبها. وهذا الذي ترونه فقط يعني تعرفت عليه في الأسبوع الماضي، فلم أجد الوقت الكافي لي يعني أتمم العمل، لكن ما بقي يسير وبسيط يمكن أن تحصلوا عليه بسرعة. إذن يمكن أن نكتب، إذن سأطلعكم على هذا. إذا سأخرج من الباوربوينت الآن و أطلعكم على البرنامج. البرنامج هو هذا Street View Download. حاولوا تسجلوا الاسم ديالو، احنا غادي نوري لكم. اذا عندما ندخل اليه والان عاد كي تثبت نعم هذا هو البرنامج. وهذا ستريت فيو وعندي في الحقيقة مثبت ولكن في مكان ما، لم أريد أن أضع سطح المكتب مملوء بالأيقونات، فلذلك جعلت ذلك في دوسيي. نعم، إذا ها هو ذا قد ثبت، هو هذا. إذا هل ترونه جيدا؟ أظن أن الشاشة واضحة أمامكم. إذا الاسم هو الفوق Strict View Download 360 يعني 360 درجة. ستكتب هذا في جوجل وتثبته كما رأيتم أمامكم. إذا كيف أنزل الآن الصورة؟ كيف أنزل الصورة؟ إذا لاحظوا أن البارحة ليلا بقيت معه حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، الثانية بعد منتصف الليل، واستيقظت باكرا لأنجز هذا العرض. يعني الشطر الثاني ما الشطر الأول كان جاهزا. قلت لاحظوا الصور التي أنزلت. نعم، إذا الصور التي أنزلت بهذا البرنامج هي هذه. أول شيء يجب أن تفعله عندما تثبت هذا البرنامج Street View Download 360 degree، أول شيء ستحدث ملفا على سطح المكتب أو في أي مكان تريده أنت. أنا سميته فوتو 360 دبري. سأدخل إليه وجعلت ملفات داخله، مكة، البتراء، المسجد الأقصى، المسجد النبوي، المسجد الحسن الثاني.
إذا بما أننا زرنا مكة والمسجد الأقصى والمسجد النبوي المسجد الحسن الثاني، لم نزور بتراء بالأردن الشقيق، سوف نزور الآن إحدى المواقع في بتراء بتقنية 360 درجة. لكن لاحظوا عندما أدخل لها عادي ماذا سأرى؟ سأرى صورة يعني مشوهة كما ترون ولا تتحرك. هل لمستم هذا؟ إذن هي لا تتحرك لأنني عرضتها بالطريقة العادية التي نعرض بها الصور العاديين. إذن سأخرج الآن وأدخل إلى هذا وفي الحقيقة هذا البرنامج ينزل، هو فيه نسختين في الحقيقة، هذه النسخة الجديدة التي أنزلتها البارحة فقط يعني حتى هي تقرأ هذه الصور، ولكن هناك برنامج خاص يقرأ هذه الصور هو هذا، سأطلعكم عليه وسجل اسمه كذلك. قلت أعتذر، لن أثبته، إنه مثبت عندي، سأبحث عنه هنا، لعله هنا، أين هو؟ يا ترى إذن لا يظهر هنا. نعم، صار في الملف الآخر هنا أيضا غير موجود. لا أريد أن أضيع الوقت في التثبيت، كان موجودا للأسف، ولكن عندما غيرت الأيقونات من مكانها فحصل ما حصل. على كل إذا سنأخذ قليلا هذا البرنامج. إذا هذا البرنامج هل يظهر لكم؟ ليس بعد. اسمه جو برو، لاحظوا جو برو في ار بلاير. نضغط على واصل. نعم سويفان، ما يعني كعادي يعني نثبته بطريقة عادية. إذا الحمد لله لم يأخذ الكثير من الوقت. ها هو، إذا ها هو الاختصار. إذا لكي أقرأ هذه الصور التي رأيتم سابقا سأدخل إلى هذا البرنامج. إذا سيفتح، ها هو الآن قد فتح. إذا لاحظوا الاسم هو هذا أمامكم، سجلوه واكتبوه على جوجل وستستطيعون تنزيله وتثبيته على حواسبكم، ومن خلال به ستقرؤون هذه الصور التي ستنزلونها بفيو ستريت فيور. نعم، إذا ماذا سأفعل؟ سأبحث، سأضغط على select file، ويعني يطلب مني أن أبحث عن أين يوجد. إذا سأذهب إلى سطح المكتب ثم إلى صور 360 درجة البتراء، وسأختار هذه الصورة التي رأيتم سابقا، لعله هذه. إذا نفتحها. إذا هذه هي البتراء من أعلى، المنظر من أعلى. إذا لاحظوا الصورة الآن تدور 360 درجة، ها هي إحدى الزائرات تستمتع بالتقاط صورة لصديقتها. أنا كأنني أتجول في المكان، أنظر إلى السماء، إلى الشمس لعلها وسط النهار، ثم أدور أتحرك حيثما أريد، أنظر إلى هذه الصخور الجميلة. إذا أستاذة شوقية من فضلك اسألي الحضور من زار هذا المكان ليضع رقم 2، يكتب في الشاط رقم 2 من زار البتراء. البتراء
الأردن، إذا إن كنتم زرتموها فقط اكتبوا رقم 2 في الدردشة، اللي زار البتراء في الأردن يكتب رقم 2. للأسف شكله ما حدا شافها. هاي أستاذة عزيزة الحضرمي كتبت 2 زايرتها. حنين شكر تحكي لا. أمير للأسف. مش وأنا ولا أنا نفسي أزورها، إن شاء الله منزورها. وأنا أيضا معك. على كل نواصل. فقط لاحظوا هنا، لاحظوا على هذه الصخرة، هل ترون ظلا؟ هل تريه أستاذة شوقية؟ نعم نعم واضح الظل. هذا الشخص ظله قد بقي، أما هو فلا يظهر لنا، أما ظله لأن الشمس فوق الرؤوس فيظهر يده ورأسه، لو كانت من جانب آخر ربما لما ظهر أو شيء من هذا القبيل. إذن ننتقل، إذن لاحظتوا بأنه سننزل صور من جوجل أو من أي موقع بصيغة 360 درجة بهذا ستريت فيو، ثم يعني نراه ونشاهده بجو برو في آر بلاير. إذن كيف أفعل؟ إذن لكي يعني أنزل الصورة سأجرب معكم. إذن سأدخل إلى أعتذر، إذن سأدخل إلى مثلا هنا، ها هي مثلا هذه الصورة لا زالت، إذن سأتجول في أزقة القدس الشريف، هذه لم أراها البارحة لكن الآن لاحظوا، ها هي هذا زقاق، هذا زقاق آخر، هذا محل. نعم تجولت وصلت هذه الفاكهة وجميع الزقاق والحيطان والأرضيات والناس والطرقات. نعم. يعني أستمتع جدا وأنا أصور. والله لو وصلت لا قبلت تلك الجدران كلها، ماشي نقطة نقطة ولكن سأقبل الحجارة. على كل كيف، إذا سأخذ رابط هذا الصفحة، إذا من فوق كليكي دروات يعني باليمين، ثم كوبي يعني نسخ، وأدخل إلى هذا البرنامج. أستاذة حنين بتسأل هل هو مجاني؟ لا مجاني، نعم مجاني، كل هذا مجاني. نعم. هذا هو الجميل. قلت ألصق، هي بانوراما داونلود، هي المضغوطة. إذن هذا العنوان، أول عنوان مضغوط. إذن قبل كل شيء يجب أن أضع أختار مكان الصورة قبل أن أضع العنوان. إذن أول خانة في الأعلى سأذهب إلى المجلد المفتوح على اليمين، هل رأيتموه؟ ها هو ده، إذن سأدخل إلى هذا المجلد، من خلاله سأقول له أين يضع هذه الصورة. إذن هنا سأختار المسجد الأقصى، هو مجلد المسجد الأقصى، ولكن قبل أن يعني تضغط على انغوجيستري على التسجيل، علينا أن نسمي هذه الصورة، لأنه هو يسميها بار ديفو، يعني دائما يسميها ستريت فيو 360 باسم البرنامج. لذلك إذا نزلت صورة ونزلت صورة أخرى فستكون فوقها وتضيع الصورة الأولى. إذن سأسميها مثلا أزقة القدس، أزقة نعم أعتذر أزقة
منطقة القدس. نعم اكتب بالفرنسية. نعم أزقة. نعم أزقة القدس. نعم كافي وأسجل. الآن سأضع الرابط في الخانة الثانية، الخانة الثانية حيث توجد هذه السلسلة، يعني تشير إلى الروابط الـURL، أضعه هنا. وبالمناسبة يعني الأسبوع السابق كنت حضرت هذه الدورة وأطلعنا على هذا البرنامج، لكن كانت نسخة قديمة منه، ربما المكون لم يكن قد يعني اطلع على هذه النسخة. هذه أحسن بكثير من السابق. لماذا؟ لعدة أمور لا داعي للخوض فيها. إذن سأضغط الآن على الزر داونلود بانوراما، يعني تالي شارج تنزيل الأخضر، الزر الأخضر. إذن ها هو ده يعني ينزلها، وهي الآن لاحظوا يعني انتظروا قليلا. أستاذ حسن انقطع الصوت. اللي بيحكوا الأكواد مش مفعلة، هيني رديت عدتهم، حاولوا، وإذا مش مفعلة بتكونوا أنتم مستردينها ممكن. أو مكتمل العدد. ماشي ماشي، هيني بدي أعدل. طيب احنا ارسلنا الفورم، شكله انقطع الصوت عند الاستاذ حسن بعدين ما يرجع ان شاء الله دقائق وبننهي، طولنا عليكم. ارسلنا الفورم تبع الشهاده اكثر من مره، يا ريت تكتبوا اسمكم صح وايميلكم والتقويم اللي داخله، وان شاء الله بتصلكم مباشره عبر الايميل او بتفتشوا سبام ان شاء الله. الموضوع اللي حكاه الأستاذ طبعاً أكيد حلو وبيحتاج لأكثر من حلقة، فهو هيو بيستعجل الأستاذ إن شاء الله عشان ننهي بعد دقائق بإذن الله. ماشي أستاذ اللي بتسلقي. شوقية أستاذ شوقية. أنا طلعت من الاجتماع لا أدري لماذا. على كل سأشارككم، لم يبقى الكثير، خمس دقائق وننهي إن شاء الله. إن شاء الله أستاذ، أنا بحكي لهم دقائق وننهي إن شاء الله. فقط أستاذة لم أجد الوقت لأسوي كود، الكود ديال التكوين إن شاء الله سأرسله لك وتوزعي، وأرجو من الحضور أن يعني يضعوه في مكانه، بارك الله فيهم إن
شاء الله بإذن الله. إذن هذه هي الشاشة قبل قليل، قمنا بتنزيل، رأيتم كيف أنزلنا صورة بانورامية من جوجل ماب، والآن سنقرأها بهذا البرنامج جو برو. كتبت اسم البرنامج أستاذ لأنهم طلبوه، هيدا كتبته في الشات. جو برو VR بلاير. إذن هو هذا، لمن أراد أن يكتبه أو يلتقط له صورة سكرين، إذن نضغط على select file أسفل الشاشة وندخل إلى حيث وضعت الصورة، إلى الصورة وضعتها في قلت المسجد الأقصى أزقة القدس، ها هي أزقة القدس. انتظر قليلا. Merci Nicolas. Thank you. أستاذ حسن، نعم، اللي بيطلع عنده بالأحمر بيكون إما استرده قبل أو إنه خلص العدد اكتفى، مش مشكلة، هاي في كودات كثيرة. يبدو إنه الأستاذ حسن مش موجود. طيب بدنا نحاول ننهي شوي، بس لحظة. مشكلة الإنترنت هاي. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ، أهلا وسهلا. قبل ما تنهي بدي أقدم لك شهادة شكر وتقدير مني أنا شوقية حواورة من فلسطين،
مؤسسة فريق نحن المبادرون نحو القمة، وهذا اللقاء طبعا برعاية مجتمع التوأمة التربوية العربية التطوعية. ونشكرك أيها المدرب القدير الأستاذ حسن الفراش من المغرب لقيامك بورشة تدريبية رائعة عن الواقع المعزز والافتراضي في هذا اليوم الموافق 9/6 يوم الخميس. شكرا لك، بارك الله بك وبعلمك يا أستاذ إن شاء الله. كما أيضا أقدم شهادة شكر وتقدير لمسيرة هذا اللقاء الأستاذة الخبيرة العالمية الرائعة الأستاذة صفي نازل الجمل من مصر الشقيقة، أيضا لأنها قامت بتسيير هذه الورشة التدريبية. بارك الله لك وبك أستاذة صفي نازل، شكرا لك على الاهتمام وعلى المتابعة. شكرا لكم، شكرا لزملائي، كمان بديش أنسى أستاذ عفاف أستاذ أمير وجميع الحضور كلهم باسمه ولقبه لتفاعلكم في هذه الورشة التدريبية الرائعة. شكرا لكم وبارك الله بكم. تفضل أستاذ انهي لو سمحت. نعم، أنا أشكر في الحقيقة الأستاذة شوقية، أشكر الأستاذة صفيناز، أشكر الحضور الكريم كلهم باسمه ولقبه. أعرف أن الكثير من الأحبة موجودون فأحيي الجميع. فقط في الحقيقة الشق الثاني لم يكتمل فيه المتعة، إذن ربما إن شاء الله إن كان في العمر بقية نكمل هذا لأريكم كيف تلتقطون هذه الأمور وكيف تدخلون عليها التغييرات. هذا إن شاء الله نبرمجه في وقت لاحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن أخطأت من نفسي ومن الشيطان وإن سددت فبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله بك وبعلمك، ما شاء الله عنك، وإن شاء الله منرتب كمان لقاء ثاني للتطبيق العملي، لأنه ما شاء الله وقت طويل وأكيد كل واحد عنده شغل وحضرتك أكيد مشغول. نشكرك على الاهتمام وعلى تلبية دعوتنا لهذه الورشة التدريبية الرائعة. تفضل يا أستاذة صفي ناز إنهي. يعني الرحمن الرحيم، الحقيقة بنشكر أستاذ حسن، عاجزين عن شكره. واضح جدا شغف حضرتك بالعلم وشغفك بتقديم كل ما هو جديد، واخدتنا في عالم كبير يعني جميل الحقيقه، ويعني احنا متحمسين وشغوفين ان شاء الله نبحث فيه. فبارك الله فيك لان فتحت لنا افاق كبيره جدا. نشكرك ونشكر الاستاذه شوقية حقيقه ان شرفتينا ودعيتينا ونلنا هذا الشرف في هذا الاجتماع القيم يعني الحقيقة. وأقول لأستاذ حسن، الحقيقة فعلا ينطبق عليك بيت الشعر: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فحضرتك صبور جدا علينا وصبور جدا في الشرح، بسم الله ما شاء الله استفدنا منك كتير جدا، ألف 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 شكر. أما عن أستاذة شوقية فيعجز الكلام عن شكرك يا أستاذة والله، والحقيقة يعني استفدنا بجد النهاردة. بارك الله فيكم جميعا. بارك الله فيك وشكرا إليك كمان مرة، وشكرا للأستاذ حسن، ما شاء الله يعني تتعانق الأرواح في هذه المبادرات في هذه التدريبات بالرغم من العوائق التي وضعها الاحتلال وفرقنا لنكون فرقاء غير مجتمعين، لكن بفضل الله التكنولوجيا والإنترنت جمعتنا وهذه المبادرات الرائعة. فانتظرونا إن شاء الله، لدينا في جعبتنا المزيد مع جميع المدربين من جميع أقطار الوطن العربي وكثير من التطبيقات التي تهمكم، أولا في حقلكم التعليمي والأكاديمي وفي حياتكم العملية، ثم أيضا لمن يود أن يقدم لخبير مايكروسوفت، فهناك الكثير الكثير في جعبتنا. لا تترددوا في الانضمام لروابطنا. بارك الله بكم وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، شكرا حبيبتي، الله معكم.